التحية متواصلة مشاهدينا متابعينا الكرام في صباح هذا اليوم مع شوطنا الحادي عشر خاص بالجعدان اللقاية المحليات الأصايل شعارات ابناء الغبايل المتواصلة والباحثة عن ناموس هذا الصباح على بركته وتوفيق أيها الحفل الكريم. أيها المشاهدين الأعزاء والمتابعين الكرام دعوني أن نتابع هذا المسار وأتابع المراكز الأولى المتقدمة ومغادر اللي مغادر من البداية ضحي بن سعيد بن خميس العويسي. الله 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 يا أبو سعيد الله وياكنا مع هذه الرحلة والرحلة سعيدة بإذن الله تعالى في مسار هذا الشوط مع هذا الشعار. المركز الثاني هملول راشد بن سعيد بن راشد اليابري على المركز الثاني، بينما المركز الثالث ثالث التحديات هذا وبران الصغير بن محمد بن الصغير المحرمي على المركز الثالث، والمركز الرابع يعود بهم صيحان لحمد بن حميد بن سلطان بالكديدة الفلاسي ياتي رابعا، والمركز الخامس شاهين لمحمد بن علي بن محمد بن مبارك المنصوري ياتي خامسا، والمركز السادس هذا هو المختبر لعلي بن محمد بن سعيد بن معضد النيادي، والمركز السابع اتابع المركز السابع هذا المتواصل معزم لسلطان بن سهيل بن محمد بن دربش المزروعي ياتي مشاهدينا الكرام على المركز السابع، والمركز الثامن يعود به مشاهدينا الكرام من خلال هذه اللحظات واللي هو المختبر لعلي بن محمد بن سعيد، والمركز التاسع تابع المركز التاسع ايضا هذا حشيم الحميد بن عتيق بن عبيد بن سعيد بالهلي، والمركز العاشر ايضا فيه غازي سعيد بن غدير بن عبيد الاكتبي. هذه مراكزنا العشرة الاولى، هذه المراكز العشرة الاولى المتقدمة والمتواصلة في مسار هذا الشوط والدفع الذاتي، الدفع الذاتي هنا من خلال هذه اللحظات. نعود الى الصدارة ونعود الى شعار ابو سعيد، شعار ابو سعيد هنا في الفورمة من البداية حتى هذه اللحظات. ضحي بن سعيد بن خميس العويسي مع مغادر وروح، بنقول لك روح الله وياك اهالي ميدان بدية ينتظرون التحية من هذا الشعار اللي على المركز الاول. المركز الثاني ثاني المراكز هذا اللي بدأ يلتهب معزم سلطان بن سهيل بن محمد بن دربش المزروعي اللي بدأ يحتل ثاني المراكز، والمركز الثالث هذا مشاهدي الكرام شاهين لمحمد بن علي بن محمد بن مبارك المنصوري ثالثا، والمركز الرابع هذا الوسمي فالح بن عبد الرحمن بن سلطان القحطاني ياتي رابعا مع الوسمي، والمركز الخامس بصيحان لحمد بن حميد بن سلطان بالكديدة اللي على المركز الخامس، والمركز السادس يتدخل هو غازي سعيد بن غدير بن عبيد الاكتبي. هذه مراكزنا الاولى المتقدمه والصداره لا تزال مع هذا الشعار اللي يعلن هنا حضور وظهور في صباح هذا اليوم. هناك مع مغادر يا سلام مغادرا الى اهالي ميدان بديه في السلطنه هناك ايضا تحيه وسلام لهذا الشعار. اضحي بن سعيد بن خميس العويسي هنا بتركيز تركيز عالي بالفعل هناك بمتابعه جيده لهذا الشعار. المركز الثاني ايها الحفل الكريم هذا الوسمي لفالح بن عبد الرحمن القحطاني ياتي ثانيا، ضيوفنا من المملكه لهم الترحيب على هذه المشاركه الفعاله، والمركز الثالث الله 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 المركز الثالث هذا خطير للغايه في المركز الثالث هو غازي سعيد مقدير بن عبيد الاكتبي ثالثا، والمركز الرابع هذا المزروعي بن درويش معزم سلطان بن سهيل بن محمد بن درويش المزروعي هنا في المركز الرابع، والمركز الخامس من الجانب الثاني هذا شاهين محمد بن علي بن مبارك المنصوري هناك في المركز الخامس. هذه المراكز الاولى المتقدمه، ولكن وصلوا الواصلين هل الطرايب وصلوا القادمين ولكن ابو سعيد في الفورمه هناك مع التصدر يا سلام
يا سلام، الله الله، مع اجواء الكيلومتر الاخير يتصدر ويعلن بان مغادر هو مغادر بالسلامات، مغادر بالسلامات لاشقائنا هناك في السلطنه واهالي ميدان بديه ينتظرون تحيه وسلام، ينتظرون تحيه وسلام من هذا الشعار مع ضحي بن سعيد بن خميس العويسي اللي يقود الصداره والمركز الاول مع مغادر. ولكن التهديد ياتي من قبل غازي، غازي في هذه اللحظات، السعيد بن غدير بن عبيد الاكتبي في المركز الثاني. الله 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 الله، جاوز يا مجاوز، وغازي المختبر يفرض وجوده هنا بهذا الشعار بالصوت والصورة. الله وياك بالفعل يا هالي نزوة، ولا ايضا هناك ابو سعيد من الجانب الثاني. ركز يا ابو غدير، والتركيز، التركيز مطلوب من كل المضمرين ومن كل الملاك ومن كل العاشقين. وهناك من الجانب الثاني مغادر وايضا خلاص غازي سلام يا هالي نزوة، سلام نزوة، سلام، تحية واحترام لهالي نزوة، تهانينا من الأعماق لمالك غازي، تهانينا لسعيد بن غدير بن عبيد الاكتبي على فوز غازي بالمركز الأول. ما قصر بالفعل في اللحظات الأخيرة، هنا يسحب بساط الصدارة والمركز الأول سعدت بصباح لهالي نزوة للمرة الثانية على التوالي. المركز الثاني بغادر ضحي بن سعيد بن خميس العويسي، ثالث المراكز المركز الثالث شاهين لمحمد بن علي بن مبارك المنصوري، والمركز الرابع يلحف الكريم هناك معزم سلطان بن سهيل بن محمد بن درويش المزروعي، والمركز الخامس نترك للمتابعين. اشوف التوقيت مشاهدينا الكرام، مقطع مسافة 4 كيلومترات في زمن، وغدر مشاهدينا الاعزاء 6 دقائق و17 بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا لهالي نزوة، وسعد الله صباحكم بكل خير على هذا الظهور وهذا الحضور في هذا الصباح.